سوريا وضعها سيء مو مثل مفكرين. في ناس تفكر انه سوريا ما صار لها شيء وعادية وشوية مشاكل، بس لا، سوريا دمرت. نحن شفنا هذا الشيء وشفنا ضرب، شفنا قتل، شفنا كل شيء. نحن مجبورين نجي لهون حتى نحمي حالنا، نحمي أولادنا، نحمي أبونا، شو ما كان يكون وضع، جايين حتى نوصل على البلد آمن. Where is your family؟ كل واحد بديره. أمي أخوي بتركيا وأنا هون، وأخوي الثاني وأختي بألمانيا، وأبوي بالنرويج. كنا عايشين بسوريا أمان، فجأة طلبنا حرية وصار حرب بين، صارت حرب سورية أهلية. طلعنا على الطيارة، بعدين أعطانا حدود تركيا. حدود تركيا كانت صعبة بالنسبة للشعب السوري كله. أعطانا حدود تركيا، وصلنا على تركيا وضليت فيها تقريبا 3 سنين. يعني كان في تعب، كان في كل شيء، بس جوزنا التعب وكل شيء. فكرت اطلع لهون على اوروبا، لانه ما ضل لي حدا باسطنبول، ما ضل لي حدا ابدا. طلعت على زمير، من زمير تعرفت على مهرب. رابع يوم 3 مرات جربت حالي، ورابعة مشيت حال. وصلت على يونان على الجزيرة، طلعت 9 شهور بالجزيرة. بالجزيرة ما كانوا خلونا نطلع برات الباب لأنه ممنوع. ضلينا شهرين ما بنعرف شو مصيرنا، شو قرارنا، لحد هلا ما بنعرف. ضليت 9 شهور نحارب، من بوليس يضربنا وكل شيء، كان كل شيء سيء يعني بحال اللاجئين في الجزر. ماتوا كثير اطفال، ماتوا عالم كثير، صارت مشاكل، عده مشاكل، صار يعني تغير. فتحوا لنا الباب بس ما خلونا نطلع على الباخره ولا اي شيء. ضليت 9 شهور، ضليت 9 شهور لحتى وصلت على سيناء. شهرين تقريبا انا هون. وضع سيناء احسن من الجزر وكثير، و مثل ما بقولوا اجانب كمان ساعدونا بكثير، من اسبان ومن سويسرا وما اي بلد تاني من الاتحاد الاوروبي. ساعدونا كثير، و كثير بيساعدونا، ما بخلونا نحتاج شيء ابدا. وهن يعني في أسوأ، في كويس، في ما كويس، يعني قضينا حياتنا هيك. والحمد لله نشكر الله كمان انه لحد هلا عم نعيش. كل شيء وضع سيء هون باسنا، لانه وضع ما بيستحمل للاجئين او لاي واحد. الشعب السوري متأزم كثير، وفي ناس اكثر من سنة ونص وهني لحد هلا ما له طالع برات السيناء. الطريق صعب وما في ابدا تهريب، مسكر التراب، ولحد هلا مو في نونة. يعني مثل ما هو الاحتلال، نحن باركين باحتلال، ولحد هلا ما بنعرف شو مصيرنا.